أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذه الحلقة نذهب وإياكم إلى المغرب العربي، وضيفنا من هناك الشاعر الشاب عثمان الهيشو. حيا الله عثمان، أهلا وسهلا بك، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا وسهلا حبيبي مصطفى، شكرا لكم، أتمنى أن نكون ضيوفنا خفيفين على القلب إن شاء الله. أنت دائما خفيف على اللسان، ثقيل في الوجدان، كلمة وشعرا وأثرا وجوهرا يا عثمان. في البداية حدثنا عن ارتباط الجوهر الأخلاقي بالمضمون الشعري الذي يجب أن يتخلق به كل شاعر وكاتب وصاحب مشروع أدبي، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أريد أن أشكرك سيدي مصطفى، عراب الجمال وعراب القصيدة دائما، على هذه الدعوة الكريمة. أريد أن أشكر قناة الرافضين كذلك على هذه الاستضافة، هذه القناة، هذه الأرض الخصبة التي دائما تنبت الجمال وتنبت الشعر والأخلاق والقيم والنبات. حقيقة الحديث عن الأخلاق، عن القيم وعن الشعر هو حديث وجد منذ وجد الإنسان. الإنسان في الحقيقة بدون أخلاق هو إنسان بدون شعر، والإنسان بدون شعر هو إنسان بدون أخلاق وبدون قيم. وفي تاريخ الحضارات والشعوب نجد هذا واضحا، وخصوصا في تاريخنا العربي. فإذا رجعنا إلى تاريخ الشعر العربي واستقصينا القصائد كي نختار منها الأحسن والأجود، سنجد أن أحسن القصائد التي قيلت في تاريخ الشعر العربي هي القصائد المتعلقة بالرثاء. أحسنت. والرثاء حقيقة تمجيد للأخلاق، تمجيد للقيم، تمجيد للمبادئ التي كان يحملها المرثي. نعم. فمثلا لكم قصيدة الخنساء في أخيها صخر وكل مراثيها، مملوءة أخلاقا وقيما ومبادئ. هي دعوة إلى الأخلاق، هي دعوة إلى المبادئ. وهكذا يكون الشعر دائما خالدا إذا ما ارتبط بالأخلاق، إذا ما ارتبط بالقيم، إذا ما دعا إلى هذه الإنسانية الحقة. أحسنت بجوهر. أحسنت عثمان. قبل أن نذهب إلى أولى القصائد، أريد منك أن تعطينا سيرة ذاتية موجزة عن عثمان الهيشو الشاب المغربي الصاعد وصاحب الطموح الذي لا يتوقف، تفضل. سيرة ذاتية موجزة قبل الذهاب إلى أولى القصائد. إن شاء الله. الاسم عثمان الهيشو قرابش من المغرب. نعم. من ضواحي مدينة طنجة، من الميناء الذي يوجد الآن بطنجة، ويعد أكبر موانئ إفريقيا، ميناء طنجة المتوسط، بالضبط فوق التل الذي يطل عليه. نعم. هذا هو مصدر رأسي. تلقيت تعليم كباقي أبنائي من المغاربة، تعليم تقليدي في الكتاب في المسجد. تعلمنا الكتابة والقراءة، وحفظنا القرآن، وحفظنا بعض المتون العلمية المتعلقة بالفقه والتفسير وبالحديث، وكذلك بعض المتون المتعلقة بالعلوم العربية مثل ألفية بن مالك في النحو وغيرها. ثم انتقلت بعد ذلك إلى مدينة طنجة، وتعلمت في مدارسها وفي تعليمها. عندنا تعليم في المغرب يسمى التعليم العتيق. هذا التعليم يمزج بين العلوم الكونية إذا صح التعبير، من رياضيات وفرنسية وإنجليزية وغيرها وفيزياء وكيمياء، وبين العلوم العربية والشرعية. هناك أكملت تعليمي وأخذت البكالوريا هناك في العربية وفي العلوم الشرعية. ثم انتقلت إلى جامعة عبد الملك السعدي بتطوان بمرتيل، وهناك أكمل دراستي الآن في سلك الإجازة، هو العام الأخير عندي إن شاء الله تعالى كي أنتقل إلى سلك الماستر. على خير إن شاء الله. أما من علاقتي بالشعر فهي بدأت مع الكتاب كما قلت لك، عندما كنا نحفظ البردة والهمزية والقصائد المتعلقة بمديح النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فكانت علاقة دائما وطيدة بيني وبين الشعر. نعم. لم أكن أكتب حينئذ، لكنني عندما بدأت أقرأ العروض وأقرأ الشعر والأدب العربي بصفة متخصصة، بدأت قصتي مع الشعر وبدأت الكتابة. وأنا أكتب الشعر منذ 7 سنوات تقريبا، لكنني في الحقيقة طبعت أول ديوان لي، صدر قبل شهور قليلة، وهو ديوان عندما يعرج العدم. هذا الديوان عندما يعرج العدم هو أول ديوان كان في صدد
مسابقة في مشاركة في مسابقة أقامتها دار الشعر في تطوان. نعم. فكان له يعني الحظ في الظهور إلى عثمان. نعم عثمان، أنت تحدثت عن علاقتك الوطيدة بالشعر العربي وأحسنت تعريفا عن نفسك، وأنا واثق أنك ستحسن التعريف شاعرا أيضا حينما تلقي أولى القصائد. خذنا إلى بواكير القصيد والقصيدة الافتتاحية في هذه الحلقة، تفضل يا عثمان. إن شاء الله سوف أقرأ قصيدة افتتاحية إن شاء الله تبركا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا المقام العالي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعيش الآن في الأشهر الحرم في شهر ذو القعدة، سوف أقرأ قصيدة بعنوان رطب الكرم. تفضل. وهي أول قصيدة كتبت في المدينة، لكنها حقيقة حبيبة إلى القلب لأنها أول قصيدة كتبت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. اخلع ظلالك ما يفيد غطاء، فالروح لا يرجى لها أفياء، واسمع إذا ما حدثتك فإنه كادت تذوب ببوحها الأعضاء، فالشعر بسمتها إذا ما غردت باسم الحبيب عواطف عذراء، والشوق عبرتها إذا ما سعرت بين الضلوع لواعج رعشاء، فاجمع شتات الذات واقصد كعبة يهفو إليها الكل والأجزاء. فاجمع شتات الذات واقصد كعبة مجددا فاجمع شتات الذات واقصد كعبة شتات الذات واقصد كعبة يهفو إليها الكل والأجزاء. ما شاء الله. والبس جلال الحب هذه حضرة يرتادها الكمال والشرفاء، قد رتلت في مكة أورادها، فإذا الوجود تضرع ودعاء، وإذا النبوة أشرقت أنوارها، وإذا فنائي بالغياء بقاء. الله الله. أعد لا شك. أعد يا عثمان، أعد أعد البيت الأخير. وإذا النبوة أشرقت أنوارها، وإذا فنائي بالغياب بقاء. الله ما أجملك. لا شك هذه بؤرة المعنى تجلى سرها فاهتزت الأضواء. إي والله. وترنحت جنبات ليلي فجأة، فالأرض لحن والسماء غناء، هزت جذوع الحب آمنة، ففاضت رحمة واخضرت الصحراء، وساقطت رطب الكرامة نطفة عتقت لها الآباء والأبناء. أهداك ربك في الغار، في الغار عانق أحمد آماله، فتساقطت حجب وضاء حراء. أهداك ربك فيه كل سعادة، فاقرأ فهذا الفتح والإسراء. اقرأ فإن الأرض عارية وليس لها سوى وحي السماء غطاء. يا سيدي يا أول المعنى وآخره، لك الحوض السني رواء، ولك الفضيلة والوسيلة والعلا، أنت اللواء والأنبياء وراء. صلى عليك الله، صلى عليك الله ما دامت مسبحة بحمد إلهها الحصباء، ما أشرقت ذكراه في أرواحنا وتألقت في وصفه الشعراء، وتجملت أشعار قلبي باسمه، وغدا لها من نوره لألاء، وغدا لها من نوره لألاء. هي قصيدة طويلة حاولت أن أختصرها لكي لا أطيل عليكم، والتزم بشروط النص الذي مشكلة أطيل. أبدعت وأجدت وأحسنت، والله مررت عذبا كالنسيم ولم تطل يا عثمان.
هذا المقام المحمدي الجميل شعرا ربما يقودنا إلى مقامات متعددة من الحديث نثرا وفكرا طيبا طهورا عذبا سلسلا صافيا سائغا للشاربين حينما نتحدث عن خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما أردت منك خاطرة مرتجلة قصيرة من روح عفوية موجهة إلى نبي الأمة صلى الله عليه وسلم بعد هذه القصيدة، ماذا يمكنك أن تقول من القول الذي توده شاهدا عليك؟ أريد أن أقول أشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذه هي العفوية التي طلبتها، لا أجدني الآن وعندما قرأت هذه القصيدة إلا مشتاقا لك، مشتاقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أشتاق إليه. رزقك الله شربة ماء لا تظمأ بعدها أبدا، وإيانا من بعدكم وكل المسلمين إلى يميننا إن شاء الله. عثمان، إن شاء الله. الحديث عن الأخلاق كما اتفقنا لا ينفصل عن مبدأ الشاعر، وبالتالي يجب على الشاعر أن يكون قدوة في أخلاقه، كيف تعلق على ذلك؟ حقيقة الشاعر الذي لا يدعو إلى الأخلاق أصلاً في شعره، والشاعر الذي لا يلتزم بهذه الأخلاق كما قلت لا يكون قدوة، هو ليس بشاعر. لأن كما قلت لك، ودائماً سأرجع إلى العادات والتقاليد العربية، لأن العرب قديماً عندما كان يزداد لهم شاعر، يولد شاعر في القبيلة، كانوا يحتفلون. لماذا؟ لأن عندهم أولاً من يمجدهم، ثم ثانياً عندهم القدوة، عندهم من يقودهم. فالشعراء كانوا هم القادة، كانوا هم السادة قبل أن يجي الإسلام وقبل أن تتغير المفاهيم وغير ذلك، لكن الشعر لم يفقد هذه المكان. وسأزيدك قضية أظنها تكون مزيد بيان في هذا الأمر. تفضل. وهي أن الشعر يكون موجوداً ومزدهراً عندما تكون الحضارة والإنسانية مزدهرة بصفة عامة. فانظر إلى أزهى عقول الشعر العربي، كانت في الشعر العباسي، وانظر إلى أخلاق ذلك العصر وإلى الحضارة في ذلك العصر وإلى الإنسان في ذلك العصر. فلذلك الشاعر لا بد أن يكون ممتزجا، أن يكون عملة لوجه واحد. شاعر إذا قلبت العملة وجدت الأخلاق، الأخلاق إذا قلبت العملة وجدت الشاعر. هكذا ينبغي أن يكون الشاعر، أن يكون قدوة وأن يكون داعيا إلى الأخلاق وإلى القيم وإلى المبادئ حتى يؤدي رسالة الفن. هو الفن عموما وليس الشعر فقط، الفن عموما إنما جاء ليعبر عن الأخلاق، يعبر عن القيم. هو رسول الأخلاق ورسول القيم، وكذلك الشعر هو لسانها، هو الذي ينطق بها. فإذا لم يكن الشاعر متخلقا أو داعيا إلى الأخلاق فما قيمة شعره؟ أحسنت يا عثمان. الشاعر رسول أخلاقه وقيمه التي يغرسها في أرض التربية الخصبة حتى يورثها العابرين فيأكلوا منها، وبالتالي يجد كل سعادة في طريقهم، يجد الهداية، يجد النور بالكلمات الطيبة التي يبذرها على جنبي الطريق من أجل كل الباحثين عن الهداية. إلى قصيدة جديدة يا عثمان، تفضل. سأقرأ عليكم قصيدة جديدة كذلك من نفس الديوان. تفضل. وهي القصيدة التي سمي بها الديوان عندما يعرج العدم. عندما يعرج العدم. تفضل. فأقول: من قمة البوح هذا الثلج ينهمر، في كف حواء غصن الحبر يزدهر، قطفت شعري من أقصى الضياء فما في ذي القراطيس إلا الشمس والقمر. الله الله. فجرته زمزما أروي به ظمأ الأفراح حتى يكاد الحزن ينتحر، وصغته من بقايا الحب أغنية مخضرة الرجع لم يحلم بها وتر. نعم. إليك يا بلسم الأعمار أرفعها نزفا عميقا من الشريان يعتصر. يا أنت واحتارت الأوصاف في لغتي، فكيف لا وهي لا جن ولا بشر، هي الملاك الذي قد صيغ من مدر
فلا تغرنك الأشكال والصور. يا أنت ما شئت كوني في عروج دم، صحوا وسكرا وكشفا زانه الخطر. يا أنت ما شئت كوني مجددا، يا أنت ما شئت كوني في عروج دمي، ما شئت كوني في عروج دمي، صحوا وسكرا وكشفا زانه الخطر. الله الله عليك. هذه محاريب قلبي فاعرجي ودعي، ذاك التراب صدى يفنى وينتهي. كوني كما شئت، كوني كما شئت، لا أحوال تحجبني عن سر حواء في الأضلاع تنتظر، عن سر مريم لما جاءها ملك وقد غفت تحت جذع الليل تستتر، عن سر بلقيس لما خانها سبأ فأصبحت في عروش الحق تفتقر، عن سر هاجر لما فجرت أملا أحيت به الروح واخضرت به الفكر. الله الله. عن سر مدينة أمست وفي غدها حلم جميل لليل العنف يدخر، عن سر أم عشقنا خبزها يدها فيض من الحب والتحنان ينهمر، ودمعها نبع طهر حين تذرفه تعلم الطين كيف الماء يعتذر. ودمعها نبع طهر، ودمعها نبع طهر حين تذرفه تعلم الطين كيف الماء يعتذر. الله عليك، الله ما أجملك. وصدرها قهوة المحزون حين يشمها تذوب بها الأحزان والغيام. الله عليك، ما أجملك. وصوتها سكر خبأته لغدي فحين أسمعه يحلو لي العمر. وصوتها سكر خبأته لغد وحين أسمعه يحلو لي العمر. الله عليك. ها قد تجلى عروج الحب في دمنا، فالحقد فيه جناح ليس يغتفر، لا شيء يحجب فجر الحب عن أفقي، ما دام لي قلم فالحب مشتهر. الله. ما دام لي قلم فالحب مشتهر. الله الله عليك، لا فض فوك يا عثمان. هذه القصيدة كتبتها في اليوم العالمي للمرأة، وكان عنوان المهرجان الذي شاركت فيه في طنجة العنف ضد المرأة، فحاولت كما قلت أن أكون رسولا للأخلاق وأن أدعو إلى هذه القيمة الجميلة التي يجب أن نتحلى بها، وهي أن ننبذ العنف. أحسنت. على سيرة العنف ضد المرأة يا عثمان، وأصبت كبد الصواب هنا حينما تحدثت عن هذه الفكرة. أحسنت. هناك من يرد العنف دائما إلى الإسلام، ألا ترى أن بهذا عوارا شديدا وقصورا في فهم جوهر الإسلام الحقيقي لدى من ينادون بحرية المرأة؟ فللأسف يسحبون تصرفات بعض المسلمين على فكرة الإسلام الشمولية، ماذا تقول في ذلك؟ بالتأكيد صديقي، هو يعني أمر له ما له، له خلفيات أيديولوجية، له أغراض، له أهداف. نحن لسنا الآن بصدد مناقشة هذه الأهداف وهذه الأغراض، ولكن الذي يفهم الإسلام حقيقة يستحيل أن يقول هذا، والذي كذلك يتحلى بالإسلام حقيقة يستحيل أن يكون عنيفا ضد المرأة. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم هو رمز الحب، هو رمز العطاء، هو رمز الحنان تجاه المرأة. ألم يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يداعب عائشة رضي الله عنها ويلاعبها ويسابقها ويضحك معها ويقول لها سبقتني فلما كثر اللحم سبقتك؟ نعم. أنا أقول كيف يستطيع هؤلاء أن يقولوا وأن يصموا الإسلام بهذه الوصمة التي هو بريء منها، براءة الذئب من دم يوسف. حقيقة هو أمر مخزن، وكذلك بعض المسلمين الذين يصدقون هذا ويذهبون وراء هذه الكذبة لا أظنهم ولا أجد ما أصفهم به، لكن في الحقيقة الإسلام
هو الذي أعطى للمرأة حقها الإنساني المفروض والواجب الذي يجب أن تكون عليه. أحسنت أحسنت يا عثمان، وأصبت نثرا تماما كما أنت مبدع شاعرا. إذا ما أردنا أن نتحدث الآن عن المبدأ والتضحية التي يعني يقدمها الشاعر، هناك العديد من النماذج المشرفة على امتداد تاريخنا الإسلامي والعربي لأدباء وكتاب وشعراء استطاعوا أن يترجموا مبادئهم وأخلاقهم من دمائهم. ماذا نقول بحق هؤلاء؟ وحبذا لو استحضرت لنا نموذجا واحدا، عبد القادر الجزائري مثلا، أو أي نموذج آخر تحب. صحيح، هو في الحقيقة هؤلاء هم من يستحقون اسم الشاعر. نعم، لأننا صراحة نسترخص هذا الاسم ونطلقه على كل من ينظم القوافي أو يقول قولا موزونا، وهذا أكبر خطأ، لأن الشعر في الحقيقة له مقومات عديدة. والشاعر الحقيقي هو الذي ذكرت، الشاعر الحقيقي هو الذي يكون مرآة لقوله، والذي يضحي، والذي يكون كما يقال كبش الفداء لهذه القصيدة التي ستحيا وستخلد. نعم، وكما قلت الرموز الشعرية في التاريخ العربي والإسلامي عموما الذين قدموا أرواحهم وضحوا بدمائهم قصائدهم ظلت خالدة. لماذا؟ لأن الذي خلدها هو تضحيتهم وليس القصائد بذاته. فكثير كما قلت هؤلاء الذين نتشرف بانتسابنا إلى هذا التراث العظيم وإلى هذه الثقافة العظيمة، فهم المثال والنموذج الأعلى الذي يجب أن يحتدي به كل شاعر. أحسنت. الشاعر الذي لا يكون إنسانا خارج قصيدته. نعم. لا يكون إنسانا داخل قصيدته. مثل باسل الأعرج مثلا من فلسطين، المثقف المشتبك والذي استشهد بعملية فدائية واجه بها قوات الاحتلال، وكذلك مثل عبد الرحمن سراج مثلا وهو طيار يمني يواجه المجرمين الذين يقتلون الأطفال في اليمن من ميليشيا الحوثي، والأبطال كثر من الشعراء الذين استطاعوا أن يترجموا كلماتهم بالدم، يستحقون وقفة إجلال واعتزاز، أليس كذلك يا عثمان؟ حقيقة. أحسنت. هم حقيقة يستحقون أن يخلدوا دائما في بالي وأن يمجدوا دائما لأفعالهم الإنسانية ولمبادئهم التي ضحوا من أجلها، ولم يكونوا فقط أبواقا يبلغونها إلى الناس. لم يكونوا أبواقا للظالم ولم يعينوا الظالمين، وإنما كانوا هداة وقدموا دمهم حتى يضيء للآخرين درب الحرية. على أقوالهم السلام. أحسنت يا عثمان، إلى قصيدة جديدة وكلنا شوق إلى جديدك، تفضل. إن شاء الله سأقرأ. ماذا ستقرأ هذه المرة؟ نعم، ماذا ستقرأ هذه المرة؟ من أي أشكال أو من أي أنواع الشعر؟ من أي ألوانه؟ سأقرأ عليكم قصيدة كتبت قبل شهور، تفضل. كتبتها في الحقيقة كانت خاطرة، سمعت مقطعا صوتيا في اليوتيوب كيف سأقول لك، لمغن بارع يعزف على آلة النال. تفضل. فحرك في قلبي شيئا، أردت أن أشاركه معك. قصيدة بعنوان الناي. نعم. في القلب ما في الناي من ألحان جرحاني، لكن في الغناء سيان، نزفان في رحم الوجود تلاقيا فتعانقا فتولدت أحزان. ما كان للقصب المغرب أن يشي بالدمع لولا غربة الإنسان. يا الله. والدمع ما كان انتصارا للأسى لكنه معزوفة الأجفان. هي لحظة في البوح كالأحلام أو كقصيدة غجرية الأوزان، كالليل أو كالفجر أو كالأفق أو كالماء يتقن خدعة الألوان. هي دهشة أبدية
كالبئر أو كالذئب ينكر تهمة الإخوان. يا الله. كقميص يوسف أو كدمع أبيه أو كبراءة الرؤيا من الهذيان. هي دهشة أبدية. هي دهشة أبدية. هي أبدية كالبئر أو كالذئب ينكر تهمة الإخوان، كقميص يوسف أو كدمع أبيه أو كبراءة الرؤيا من الهذيان. هو هكذا بوح غريب، هو هكذا بوح غريب المتن، يقرأ حزننا من غير ما فنجان، يمشي إلى أقصى الخراب محاولا ترميم ما قد شاخ في الإنسان. فكأنما هجر الحنين بلاده ليقيم فيه حقيقة الأوطان. الله عليك. يا نايو قلبي متعب والروح باردة وحضنك أدفأ الأحضان، فافتح ذراعيك يا حبيب وضمني، ما عاد لي ثقة بذي الأزمان، ما عدت أبحث في الخرائط عن دني، ظمأ هناك وفيك نهر معاني، ظمأ هناك وفيك نهر معاني. والله أنت الذي فيه نهر معاني صديقي عثمان، دمت شاعر الإنسانية عذب البيان وحسن الطلة. بعد هذه الوجبة الدسمة لابد من استراحة قصيرة، ما رأيك؟ نعم، محتاجين إليها بالفعل. مشاهدينا الكرام، إذا نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة من بيت القصيد. معنا من المغرب العربي الشاعر عثمان الهيشو مجددا. يا مربحا ومرحبا بك الحبيب عثمان، حيا الله بك مجددا على بيت القصيد. عثمان، أهلا بك صديقي. أهلا، سعيد بوجودك. أنا أكثر سعادة. عثمان، كيف للمبدأ أن يترسخ في نفس الشاعر بحيث يقوى على أي مغريات قد تعرض له في طريق الفتن وفي مشواره حتى يحفر اسمه في سجل الخالدين؟ كيف يمكن ذلك؟ هو لكي نتحدث عن المبدأ وعن ترسخه في الشاعر، يرجع ذلك إلى تكوين الشاعر قبل ذلك، لكن يوجد شيء في حقيقة الشعر، هو الموهبة الشعرية لا تنبثق في أي قلب وفي أي روح. هو إذا استطعنا أن نقول هي الموهبة تنبثق من هذا المبدأ. نعم. الشاعر لا يكون شاعرا ثم بعد ذلك يترسخ فيه المبدأ. الشاعر يكون شاعرا والمبدأ مترسخا فيه، ثم بعد ذلك يصير هذا المبدأ يتجلى في قصائده، في تصرفاته، في تضحياته، في تعبيره. عن أكثر ما يوجعك بالشعر يا عثمان بصراحة وبعفوية أيضا، أو عفوية، أكثر ما يوجعك بالشعر والقصائد، ربما أثناء الكتابة، ربما بالفكرة، ربما بعدها، بشكل عام أكثر ما يوجعك من الشعر؟ أنا أكثر ما يوجعني من الشعر وأكثر ما يعجبني في الشعر هي قصائد الرثاء كما قلت لك. والحقيقة الرثاء لا أعرف لماذا، هل لأنني قرأت قصائد الرثاء كثيرا؟ نعم. أو غير ذلك، ولكن أجدني أرتاح للرثاء.
نعم عندما أقرأ قصة مثل، وكذلك هو لا يحزنني نعم ولكن أرتاح فيه، هي قصائد الاجتماعية وقصائد قضايا الأمة. نعم، من الجميل أنك حدثتنا، من الجميل أنك حدثتنا عن أغراض الشعر التي تميل إليها والألوان الشعرية التي تفضلها، لكنني هنا بالذات أسألك عن كيف ألمك الشعر على المستوى الشخصي، أو متى يوجع الشعر عثمان الهيشو؟ فهمت سؤالك، لم أفهم قصدك في الأول. لا مشكلة، تفضل، ربحنا إجابتك وعرفنا ما تحب وتفضل من الشعر على أي حال، تفضل بالإجابة. الشعر في الحقيقة يوجع بكل تجلياته وتنظراته في الشعر. الشعر يؤلم عندما تكتبه، الشعر يؤلم عندما تلقيه، والشعر يؤلم كذلك عندما لا يجد المتلقي المناسب. هذا أكثر، وفي الحقيقة أكثر ما يؤلم الشعراء ويؤلمني كثيرا في الشعر هو عدم وجود متلقي يتلقى هذا الشعور، يتلقى هذا الكم. هل تلكم مشكلة شخصية ذاتية مثلا يتعرض إليها عثمان كثيرا على مستوى البلد الذي تعيش فيه مثلا، أم أنها حالة عامة ولاحظتها وعاينتها عن كثب أو من كثب؟ هي في الحقيقة عامة وشخصية. نعم، فمثلا في بلادنا، وهي في بلاد العربية تقريبا كلها، لا تجد من يتقن قراءة الشعر، ويعني يتقن قراءة الشعر يعني يتذوقه ويتلذذ به ويعرف كم الحزن وكم الفرح وكم الوجع الموجود في الشعر إلا قليلا، سواء في المغرب أو في المغرب العربي عموما، في البلاد العربية كذلك لا تجد. عثمان، هل القراء قلة أم الكتاب كثر؟ ما الذي تراه؟ سؤال جميل، تفضل أجب بما تحب. هو القراء قلة والكتاب الحقيقيون قلة كذلك. نعم، المشكلة عندنا اليوم هي مشكلة في الكيف وليس في الكم. أحسنت، إذا تحدثت عن القراء بصفة عمومية ستجدهم كثر، لكنهم في الحقيقة إذا رأيت نوعية قراءتهم ستجد يعني قراءة لو لم يقرأوا لكان أحسن، وستجد كذلك الكتاب إذا خرجت. إذا جابتك يعني قاسية لكنها واقعية. نعم، أكمل يا عثمان. كيف صغير؟ أقول لك إجابتك قاسية لكنها واقعية، تفضل أكمل. واقعية صراحة، هذا هو الواقع. إذا خرجت إلى الشارع سوف تجد الكل كاتب إلا من هو أمي لا يعرف القراءة والكتاب. صحيح، سوف يحدثك البعض عن الشعر، ويحدثك البعض عن القصة، ويحدثك البعض عن الرواية، ويحدثك البعض عن الخيال العلمي. أين المشكلة باعتقادك يا عثمان؟ أين تكمن المشكلة وكيف يمكن أن يكون الحل والعلاج؟ هو في الحقيقة المشكلة عويصة جدا، والحل والعلاج يتطلب منا تربية أجيال. نعم، فأنت مشكلة القراءة والتلقي والكتابة ليس مشكلا هينا. أحسن، وليس مشكل ستجد حلا وغدا سوف يصبح الحل. لا، المشكل يجب أن نعيد التفكير في منظوماتنا المدرسية والتعليمية وفي التربية كذلك. صدق، حتى ننشئ جيلا يكتب كتابة حقة ويقرأ قراءة حقة، حتى جميل. ندفع بأمتنا إلى الأمام. وفي نظرك أين هو المشكل إذا كنا نحن أمة قارئة وكاتبة ومع ذلك نحن نعيش بعض التخلف؟ ما شاء الله عليك يا عثمان، هذا لا يستقيم. إجاباتك فيها قارئة من الحكمة، إجاباتك لا تخلو من الحكمة يا صديقي. لا، نتمنى ذلك. أنت حكيم بالفطرة يا عثمان. إلى قصيدة جديدة، ماذا ستقرأ هذه المرة؟ حبذا لو كان نصا وطنيا أو مجتمعيا، أو لك ما تشاء، اختر ما تحب. ونحن نتحدث عن القراءة والكتابة، أثرت أن أتحدث عن اللغة. جميل، تفضل. وهذا النص اسمه هكذا تكلمت العربية. هاتي أسمعنا. أقول فيه: خيول تمر الآن تحت بظلتي، وسرب ظماء يستدرون غيمتي، لأني الجمال المحض يا ولدي مشوا إلي خفافا،
واستراحوا بخيمتي. لأن الجمال المحض يا ولدي مشوا إلي خفافا. جميل. واستراحوا بخيمتي. الله عليك. سروا في هدوء مثقلين بحلمهم، وعند انطفاء البدر لاذوا بجبتي. جميل. فمن قد رآها وهي تحرس ضبحها، ومن كان يا قومي هنا حين مرت. يا الله. يقول زهير: قد سمعت صهيلها، ولكني شغلت الناس عنها. يقول زهير مجددا يا عثمان. يقول زهير: قد سمعت صهيلها، إيه؟ ولكني شغلت الناس عنها بحكمتي. وعنترة: ماذا تقول وقد جرت بعبلتك الأمثال في كل قرية؟ وأنت امرأ القيس الضليل، ألم تقل معلقتي باب لكل مظلتي؟ ومرت خيول لا يمل صهيلها، إلى أن أناخ الركب جانب قبتي. فقمت إلى المحراب أتلو مواجعي، لعل الفراهيد يدوزن لوعتي. الله الله الله. وصليت خلفي سيب ويها وعصبة، أضاءوا دروب العلم باسم مبرتي. وسرب الظباء الخضر ما زال ظامئا، إلى أن تروى من عيون صبيتي. وجاء ابن جني يشرح السر موقنا، بأن كمالي من خصائص فطرتي. وجاء ابن جني مجددا وجاء ابن جني يشرح السر وجاء ابن جني يشرح السر موقنا بأن كمالي من خصائص فطرتي. الله الله. فمن لم يجد في اكتمال وجوده، ففي أصغريه العين لا في هويتي. الله عليك. وطار حمام المجد نحوي مغردا، أنا عربي والجمال قضيتي. فآويته فخرا وقلت محبة: سماء أنا والضوء يا نجم فكرة. حكمتي. الله. ماء أنا والضوء يا نجم حكمتي. أحسنت يا عثمان، ما شاء الله عليك، مبدع في مقالك، مبدع في أفكارك، وكذلك مبدع بشعرك وإلقائك. ماذا تريد من الشعر يا عثمان بصراحة؟ تفضل. أريد من الشعر أن أكون شاعر. ما الذي تتوقع أن الشعر يريده منك؟ الشعر يريد مني أن أكون كما قلت لك شاعرا حقيقيا يضحي، ويكون لسان الأخلاق ولسان المبادئ ولسان القيم. لأن الشعر إذا تأملنا هذا الشعر وما قيل حوله دائما وفي كل مرحلة وفي كل عصر وفي كل تاريخ، نجد نقاشا حادا حول الشعر وحول ماهيته وحول أغراضه وحول أهدافه وكل ذلك. لماذا كل هذا؟ لماذا؟ أكان الشعر له هذه الأهمية وهو عبث؟ هذا مستحيل. لذلك أنا أؤمن وأوقن بأن للشعر رسالة كونية يحمله. أحسنت. يجب علينا الشعراء أن نبلغها. أحسنت. ونحن نبلغها كل من منظوره وكل من رؤيته، لكن الأهم هو أن نكون نحن نحاول أن نبلغ هذه الرسالة. أحسنت. سواء بلغنا أو لم نبلغ، أدينا أو لم نؤدي، يكون قد حملنا وقد أدينا ما أناطه الشعر بنا من مسؤولية. فالإنسان عندما يكتب الشعر لا يبقى إنساناً هكذا، هو على عاتقه مسؤولية. قلت لك إن إجاباتك لا تخلو من الحكمة يا عثمان، إجاباتك يعني تميزها الحكمة، سقفها الحب وأرضها العظة النابعة من تجربة شاعر. وإن كنت حديث السن إلا أنك واسع الاطلاع. عثمان، حدثني عن شاعر من تراثنا
لا يزال مؤثرا فيك وأحدث تغييرا وجلجل في نفسك. من هو هذا الشاعر؟ الشاعر الذي تأثرت به كثيرا. نعم. هو ظاهرة شعرية عربية الحقيقة، لكنني تأثرت به لعجبي به. عجيب عجيب هو أمر المتنبي. هذا الشاعر أبو الطيب المتنبي. أبو الطيب المتنبي، شيخنا أبو الطيب المتنبي. أبو زاد الطيب. إعجابي. نعم. به عندما قرأت كتابا للعلامة محمود شاكر، هذا العالم اللغوي الشهير الأديب المصري. محمود شاكر عنده كتاب المتنبي، هو يغوص فيه في أسرار نفس المتنبي، وهو له منهج خاص في تذوق الشعر وتذوق الأدب. هذا محمود شاكر في الحقيقة هو منهج جميل، يغوص في أسرار الشاعر ويكتشف حقائق جديدة. المتنبي كان شاعر قضية، ولم يكن شاعر مدح كما روج له. نعم. وكان شاعرا عربيا، آلمه ما آلت إليه حال الدولة العربية حينذاك، عندما أحسن. بدأت تتدخل فيها عناصر أخرى غير عربية، فهو نعم. دائما كان يحلم بذلك الأمير العربي الفارس الشهم الجواد. لذلك نجد في قصائده الشعر، نجد الغزل، نجد الحكمة، ولكن العنصر المهيمن فيها هو الأخلاق والحكمة. لماذا؟ لأنه نعم. كان في الحقيقة يتوق إليهم، وكان الله. حكيما، ويقال له حكيم الشعراء وشاعر الفكماء. الله عليك. وحكمته يعني صيغت في قلب اللغويين يخفى على كثير من الناس. أحسنت يا عثمان. كان شاعر سارعا بارعا في الحقيقة، وهو الشاعر الذي أظنه أثر فيه تأثيرا كبيرا. أحسنت يا عثمان. في نفسي أثرا كبيرا. نعم. إلى القصيدة الختامية في هذه الحلقة المميزة بإطلالتك يا عثمان. وصلنا إلى القصيدة الختامية، ماذا ستقرأ علينا؟ تفضل يا عثمان، إليك المنبر والكلمة. سأقرأ عليكم قصيدة كتبتها إلى الأمة العربية جميعا في يوم عيد ميلاد. تفضل. وهي تؤرشف ما أحس به وما شعرت به آنذاك. هذه القصيدة كي لا يشيخ الضوء، هذا هو الموضوع، ولها عنوان فرعي: غنائية فارس القدس الأخير. تفضل لكسب الوقت. أمشي وفي كل القبور رفاتي، لا شيء يتبعني سوى خطواتي. جميل. لا لون يظلمني فلست بواضح، أنا ما أنا إلا ربيب شتات. أنا لا أرى حرفا هناك يليق بي، فلتقرأوا أشعار ذي القسمات. 20 ليلا من مدايا تحررت، والحلم بعد مقيد بسبات. يا الله يا الله يا الله. وتذهب فجأة أفراحنا، تأتي وتذهب فجأة أفراحنا، والحزن يبقى سيد اللحظات. إيه. من أين يا حزني أتيت؟ من أين يا حزني أتيت ومن أراك فنون الاستهزاء بالأوقات؟ أو كلما نشر المساء شراعه أبحرت في لجج من الحيرات. إيه والله. وجعلت من وتر الحنين مرافئا ترسو على ألحانه آهات. حتى ما يا سفر الحقيقة أشتكي نزق الخيال ورجفة الكافات. إني تعبت من المجاز وبنته، آن الأوان لتستريح دوات. قلمي ضبابي الرؤى وخطاي أرصفة تؤول للغياب صفات. لا تلعنن يا ابن الحسين قصائدي، ما زلت أبعث للعراق زكاة. ما زلت أكتبني سرابا ظامئا شرب المرارة من شفاه فرات. لا تدخلي يا أورشليم مدائني، فالموت أقرب شارع لحياتي. يا الله
ما زلت أقطف من خريف مآذن صوتا يليق بصورة الحجرات. أنا منذ لقنت العروبة لم أزل أهوي فترفعني دموع صلاة. مذ مدني النيل العظيم بزيته لم ينطفئ فانوس أغنيات. سأظل أعزف للرمال مواجعي كي لا يموت النخل في الواحات، وسأوقظ النجم المعلق في دمي كي لا يشيخ الضوء في المشكات. سأراقص الموت المخبأ في غدي وأقول مرحى بالذي لم يات، وأقول مرحى بالذي لم يات. بل جئت وأتيت ووصلت وسكنت القلوب يا عثمان، كنت شاعرا عذبا هينا لينا خفيفا على اللسان وخفيفا أيضا على القلوب، لكنك ثقيل في الذاكرة. مر الوقت سريعا وانقضى، كلمة في الختام ماذا تقول يا عثمان؟ سررت جدا بلقائي معكم، حتى إنني لم أشعر بالوقت كيف مضى، ونحن ولا كذلك. أعرف كم مضى من الوقت، هل هي 5 دقائق أم ربع ساعة؟ حقيقة الوقت معك يمضي خفيفا عذبا تماما كإطلالتك يا صديقي. أكيد كنا سعداء بتشريفك لنا في هذه الحلقة من بيت القصيدة، الشاعر عثمان الهيشو من المغرب العربي، شكرا جزيلا لك. شاهدينا صديقي مصطفى والقناة رافدين، وأكيد نبقى دائما على شعر ومودة. مشاهدينا الكرام، يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر في الأسبوع المقبل، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم، إلى اللقاء.